ماذا كنت فعل مع الجمهور الذي يحييه؟ مرعبة بتسديدة قوية وفي غفلة دفاعية فك الشفرة الدفاعية للمنتخب الوطني في حدود هذه الدقيقة 38. هدف أول لا نقول عكس مجريات اللعب، ولكنه في الحقيقة المنتخب الفلسطيني. هاي الإعادة وهاي المسافة وهاي التسديدة وهاي القوة وهاي الروعة التي سجل بها هذا الهدف في جولة هجومية على الجهة اليمنى بالقوة، لم يكن ينتظر يفتتح باب التسجيل. منتخب فلسطيني لم يدخل مصطفى كان هادئ يعني في هذا هادئ ويستعمل كثير الجهه اليمنى والموجود اللاعب مصعب في كل مره يقدم التفوق العادي اللي شفنا في اللقطه هذه.